بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامج هذا ديننا، وضيوف حلقة اليوم الشيخ أحمد البحيري، أهلا بك، والشيخ كمال الرفاعي، أهلا بحضرتك. ونحن في شهر ربيع الأول، وذكرى ميلاد سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله ربنا رحمة للعالمين، الصادق الأمين الذي جاء ليفرق بين الضلالة والهدى، الذي جاء ليفرق بين الإسلام والجاهلية، الذي جاء ليفرق بين النور والظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وخير ما نبدأ به آيات بينات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الشيخ كمال الرفاعي. تفضل يا سيد الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم، أحسنت. فضيلة الشيخ أحمد البحيري، حدثنا عن رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالرجال. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. أيها المشاهدون الكرام، إذا نظرت إلى نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ولم لا؟ والله عز وجل يقول: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، برهم وفاجرهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى صور الرحمة حتى نطبق هذا الخلق على واقعنا، أطبقه في بيتي ويطبقه كل واحد منا في بيته، خلق الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالاحتفالات ليست شعارا وليس كلاما يسرد ولا في القاعات والابتهالات وما كان على شكل ذلك، وإنما التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون واقعا حيا نعيشه ونحياه. لا سيما أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى بعض صور الرحمة نسردها سريعا. انظر إلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالرجال. ها هو أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، يأتي عام الفتح ورأسه ولحيته كالثغامة البيضاء، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام. يأتي به أبو بكر فيقول: بايع أبي يا رسول الله. فبايع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، هل لا تركت الرجل في البيت ونحن نأتي؟ انظر إلى الرحمة. قال: هل لا تركت الرجل في بيته رحمة بشيخوخته، رحمة بسنه، وتقديرة لمقام الصديق رضي الله عنه؟ قال: هل لا أبقيت الرجل في بيته ونحن نأتي؟ قال: أنت أحق أن يؤتى إليه يا رسول الله. فانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل، دعه في بيته ونحن نأتيه يرحمه صلى الله عليه وسلم. فهذه صورة من صور الرحمة بالشيوخ الكبار، بالشيوخ الكبار. ولو عددنا صور الرحمة بغيره من هذا الرجل، وجدت مثلا رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء، رحمته صلى الله عليه وسلم بالنساء. انظر إلى وصيته الخالدة صلى الله عليه وسلم حينما قال: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة، آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، قال: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. بل في حجة الوداع لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة برحمته صلى الله عليه وسلم، فقال بعد خطبته التي خطبها في عرفة، قال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء،
فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فانظر إليه عليه الصلاة والسلام يرحم المرأة، لا تصدق الشرق ولا الغرب الذين قالوا المرأة ما اضطرت وما حجبت وما منعت إلا في الإسلام، وما ظلمت إلا في الإسلام. كلا كلا، فوالله الذي لا إله غيره، ما كرم دين المرأة كما كرم الإسلام، ما كرم دين المرأة كما كرم الإسلام المرأة. فالإسلام رحمها طفلة صغيرة، ورحمها كانت في الجاهلية توأت، كانت في الجاهلية توأت، وعند اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يؤكلوها ولا يناكحوها ولا يشاربوها، بل تطرد خارج البيت. فأي إسلام الذي ظلم المرأة؟ فالمرأة كرمت بنت، وكرمت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فأحسن إليهن كن له حجابا من النار. هذه بنت، ألم تقرأ قول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ فهذه كانت في الجاهلية توأت خشية العار وخشية الفقر، فكرمها الإسلام بنتا، ورحمها النبي صلى الله عليه وسلم زوجة إذا زوجت لا تنكح حتى تستأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأمر. قال: يا رسول الله، البكر تستحي. قال: إذنها صماتها، إذا صمتت فهذه من رحمة الإسلام بها، لا تجبر على أحد، وإنما هي رحمة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إنما أنا رحمة مهداة. وانظر أيضا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمرأة، انظر إلى صور الرحمة تتجسد في النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تريد أن تنظر إلى صبيان الحبشة، صبيان الحبشة في المسجد يلعبون، فتأتي أم المؤمنين عائشة وتضع خدها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وتنظر، فيقول لها: أنت هيتي؟ انظر إلى رحمته بهذه المرأة الضعيفة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهن عوان عندكم، اتقوا الله في النساء فإنهن عوان، أي أسيرات، أسيرات. ليه؟ لأن المرأة إذا أطاعت ربها وحصنت فرجها وحفظت زوجها قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. هذا كله رحمة الإسلام بالمرأة، ورحمة الإسلام بما تنجبه المرأة من أطفال وما كان على حكاية ذلك. أيضا من صور الرحمة بالأطفال رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال، انظر إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد ويطيل السجود، فظن الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، فرفع أحد الصحابة رأسه وإذ بالحسن بن علي ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم ركب وعلى على ظهره، فرجع هذا الصحابي إلى سجوده مرة أخرى، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: يا رسول الله، أطلت السجود. قال: إن ولد ارتحلني فأردت ألا أقطع عليه حاجته. يا الله، طفل يركب النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود حتى لا يقطع عليه لعبته، أي رحمة هذه بالطفل؟ بل إنك تعجب حينما تسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد إني لأدخل إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي رأفة ورحمة بأمي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فانظر إليه عليه الصلاة والسلام يطيل الصلاة من أجل صبي، ويخفف الصلاة من أجل صبي، يطيل الصلاة ويطيل السجود من أجل صبي. و الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يبوب لهذا الحديث بجواز إطالة السجود إذا كانت هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة يطيل السجود، ما لا تمل أو تضر، ما لم يكون إطالة مملة حتى لا يمل المأمومون. فانظر إليهم يطيل الصلاة من أجل صبي، ويخفف الصلاة رحمة بصبي. فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذه الرحمة؟ بعض الناس بينهر الأطفال ويخرجهم خارج المسجد، بل ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا صبيانكم المساجد. أولا حديث لا صح،
لا يصح. يعني فضلت الشيخ الوقت لو أي أب بيصطحب أولاده بيعملوا ضوضاء وبيعملوا دوشة في المسجد، بيجي الإمام أو المسؤول عن المسجد بعد كده بيقول الأب إن هو ما عادش يصطحب أولاده أو الأطفال دول للمسجد عشان خاطر المشاكل اللي هم بيعملوها في المسجد. هذه هل نعاني منها، نعاني منها في مساجدنا. يقول الولد أولا يشوش على الناس، تمام. أولا الطفل طفل، الطفل طفل، طفل. لا تعامله بعقل الرجل، هو طفل، وأنت كنت في يوم من الأيام طفل، وأنا كنت في يوم من الأيام طفل، لكن نعلمه ونعلمه آداب المسجد، نقول له لا ينبغي لك أن تكثر من الحركة أمام المصلين حتى لا تشوش عليهم، نعلمه وفي الوقت نفسه لا نمنعهم، لأنه إن لم يأتي إلى المسجد أين سيذهب ونحن الخاسرون. إذا لم يأتي الصبي وإذا لم يتعلم الصبي الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر. إذا بلغ الطفل سبع سنين لابد أن يعلم حتى لا نجني ثمار هذا العقوق بعدما يبلغ الولد 30 عاما، ثم يأتي أحد ويقول لا يصلي الولد، تعبت معه، ماذا أصنع؟ ماذا تصنع؟ كان أمامك عجينة كما يقال، عجينة تعلمه أداب المسجد وتصطحبه معك للمسجد حتى يشب، حتى يكون في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال وشاب نشأ في طاعة الله، كيف ينشأ في طاعة الله ونحن نجنبه المساجد؟ فانظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، يطيل الصلاة من أجل طفل ويقصر من الصلاة من أجل بكاء طفل. هذه هي الرحمة، هذه هي الرحمة. وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه صور لابد أن نطبقها على واقعنا، وإلا فما هي الفائدة من أن نسمع السرادقات توضع ويحتفل بالميلاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الاحتفال أن نطبق حياة النبي صلى الله عليه وسلم واقعا عمليا على أرضنا وواقعا عمليا في حياتنا. أيضا من صور الرحمة يأتي أعرابي، يأتي أعرابي ويبول في المسجد. هذا الأعرابي لا يملأ رأسه هذه الصحراء المترامية حتى يأتي في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيبول. فقال الصحابة مه مه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه. ثم قال ائتوني بدلو من الماء، فجيء بدلو من الماء فوضع عليه والموضوع انتهى. طيب هذا الأعرابي انظر حينما رأى هذه الرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء غريب، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لا إله إلا الله. انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لو لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي الخطر أو الخطأ وقع، وقع خلاص تمام، إن لابد أن نعالجه، لكن لو منعه الصحابة وتركوه، انظر إلى المكان الذي بال فيه، قد يتسع وقد يضطر ويلوث ثيابه وقد يضطر بدنيا، قد يضر بدنيا. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم برحمته عليه الصلاة والسلام عالج الموقف، قال دعوه دعوه لا تزرموه. ثم قال يا أعرابي إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر. فإن فعل هذا الأعرابي ب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. الله جل يقول ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، كيف تقول ارحمني ومحمدا عليه الصلاة والسلام؟ فهذه صورة من صور الرحمة. أيضا انظر أيضا من صور الرحمة منه صلى الله عليه وسلم بالجمادات، الجمادات يأتي البعير، يأتي البعير وتنزل دموع لرجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين صاحب هذا البعير؟ حيث عند أبي داود. فقال الرجل فلم يجيبه، فقال أين صاحب هذا البعير؟ فقال شاب من الأنصار قال أنا يا رسول الله. قال إنه يشكوني، إنه يشكو لي أنك تدئبه ولا تطعمه، تدئبه ولا تطعمه، البعير تمام تزرف عيناه للنبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أي رحمة منه صلى الله عليه وسلم بهذا البعير، هذا الذي ما كلف، البعير غير مكلف
بالطعام غير مكرر بعقل، ومع ذلك يرحمه النبي صلى الله عليه وسلم. الجزع الذي كان يبكي أيضا هذا من الجزع أيضا كما حضرتك تفضلت، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له جزع يخطب عليه الجمعة. فجاءت امرأة من الأنصار فقالت يا رسول الله لو أمرت ولدي أن يصنع لك منبرا، فقال لا بأس. فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وإذ بهم الصحابة يسمعون صوت أنين، صوت أنين بكاء، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر والتزم الجزع احتضن. فقال عليه الصلاة والسلام إنه يئن، قال اصبر وتكون نخلة في الجنة. قال فامتنع هذا الجزع عن البكاء. انظر إلى رحمته عليه الصلاة والسلام، قال لو لم أفعل لظل يئن إلى يوم القيامة. أنين الجزع أثر في الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام. بل إن ما أروع من قول النبي صلى الله عليه وسلم في العجماوات البهائم، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما الذي تتحصر عليه وأنت تعذب البهيمة أو الدجاجة في الذبح؟ قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. بل رتب النبي صلى الله عليه وسلم على الوزغ، الوزغ اللي البرص لازم نسميه عندنا بالبرصة، إذا قتلت من أول ضربة كان لك 100 حسنة، ما شاء الله، وإذا كان في الثانية أقل، وإذا كان في الثالثة أقل. فهذه كلها صور من صور نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ أحمد في نهاية الحلقة بنشكرك وبنشكر فضيلة الشيخ كمال الرفاعي. مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.